مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم أعراض الحمل في الأسبوع السابع. يعتبر الأسبوع السابع من الحمل فترة من التغيرات المهمة لك وللجنين. إذا كنت حاملا في الأسبوع السابع فهذا يعني أنك في الشهر الثاني من حملك، وبقي لديك 7 أشهر فقط حتى موعد الولادة. يعتبر الأسبوع السابع من أهم أسابيع الحمل في الثلث الأول، حيث فيه تخضع الحامل لفحص الموجات فوق الصوتية لسماع صوت نبض قلب الجنين ورؤيته داخل كيس الحمل لاستبعاد أي حالة للحمل خارج الرحم والتأكد من موقعه. ويعتبر الأسبوع السابع هو أسبوع التغيرات التي قد تكون أقوى من سابقها، والأعراض التي تشعرين بها بقوة مثل زيادة الوزن أو فقدانه نتيجة قوة الغثيان الصباحي. يمكن أن يسبب الحمل في الأسبوع الأول عدة أعراض والتي تظهر بصورة واضحة، فقد تعانين من الإمساك المستمر حيث أن حركة المعدة تقل خلال هذه الفترة، كذلك الإفراط في إفراز اللعاب من الأعراض المزعجة التي قد تواجهينها هذا الأسبوع. كذلك قد تشعرين بعدم الرغبة في تناول الطعام خاصة إذا كنت تعانين من الغثيان الصباحي. أيضا الشعور باضطرابات هضمية كالانتفاخ والغازات وانزعاج في حركة الأمعاء، ويستمر الشعور بوخز وألم في الثديين كما يستمر حجمهما في النمو. قد تعانين من بعض الاضطرابات والتقلبات المزاجية مثل القلق والتوتر والانفعال والميل للكآبة. ينمو الرحم ويضغط على المثانة مما يزيد من حاجتك إلى الذهاب للمرحاض والشعور بكثرة التبول. يجب المتابعة مع الطبيب بصورة مستمرة من أجل التأكد من سير الحمل بصورة طبيعية دون مشاكل صحية، إذ يقوم الطبيب خلال هذا الأسبوع وبعد الكشف عليك بتحديد المخاطر المحتملة لحملك بقياس الضغط وقياس الوزن، كما قد يطلب منك إجراء اختبار للبول والدم وتناول مكملات حمض الفوليك لوقاية الجنين من التشوهات الخلقية، إضافة للاسترخاء النفسي والابتعاد عن الإجهاد البدني.